الحكومة تقرر حزمة جديدة من المساعدات لدعم غلاء الكهرباء. نقابة العمال تنتقد الحكومة على تدني المساعدات الاجتماعية. استياء عام بعد السماح باستخدام بودرة الحشرات في الأطعمة الجاهزة. تشديد العقوبات بالسجن حتى 10 سنوات لتداول محتوى إباحي للأطفال. بلدية فيينا تطالب إدارة روضات ب 130 ألف يورو بسبب الفساد. اعتقال شخصين أحدهما أفغاني بعد العثور على جثة شابة جنوب البلاد. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قررت الحكومة تقديم دعم إضافي للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء بمبلغ 105 يورو اعتبارا من الشخص الرابع في المنزل. وكانت الحكومة قد أقرت سابقا فرامل أسعار الكهرباء بما يصل ل 500 يورو للمنزل الواحد ديسمبر الماضي. وقال وزير المالية برونا إن تكاليف الطاقة المرتفعة التي سببتها الحرب الروسية تشكل عبئا على الناس، وبالتالي فإننا ندعم العائلات والشركات في هذه المرحلة الصعبة. طالبت نقابة العمال بزيادة المساعدات الاجتماعية وتخفيف البيروقراطية التي يتعرض لها المستحق للمساعدة قبل الموافقة على طلبه. وبحسب النقابة قد تستغرق إجراءات الحصول عليها حتى 6 أشهر. وقال باول رايشر رئيس خدمة الاستشارة الاجتماعية في فيينا إن إجراءات منح إعانة المعيشة يجب ألا يتحول إلى تسول. وقد أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي انتقادات النقابة للنمسا بسبب كثرة الأوراق المطلوبة. وقال رايشل أن مبلغ 1053 يورو يعتبر أقل من قيمة التضخم التي سجلت العام الماضي. شهدت الأسواق النمساوية زيادة ملحوظة بالإقبال على المشتريات بعد الجدل الذي أثاره قرار الاتحاد الأوروبي السماح بإضافة بودرة الحشرات على بعض المنتجات. وبحسب صحيفة أوفيونس فرانسيش، بررت الحكومة النمساوية دخول الحشرات المجففة في خلطة بعض المعجنات التي تباع في النمسا بنسبة 30% لأنها تحتوي على البروتين. وطالب الاتحاد الأوروبي الشركات المنتجة بوضع علامة تفيد باحتواء هذا المنتج على بودرة الحشرات. وافقت الحكومة على تشديد العقوبات على مستخدمي المواد الإباحية للأطفال بحيث تصل حتى 10 سنوات من السجن. وحسب وكالة الأنباء النمساوية، زادت عقوبة حيازة الصور الإباحية للأطفال حتى 3 سنوات، وأي شخص ينتج هذه المواد الإباحية ويعرضها على شخص آخر يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات، وإذا زاد الإنتاج تصل العقوبة ل10 سنوات. وقال المستشار نيهامر يعد تصوير المواد الإباحية للأطفال من أبشع الجرائم، لذلك من الجيد وجود عقوبات أشد. طلب نائب عمدة فيينا كريستوف فيداكيا بضوابط أكثر صرامة في رياض الأطفال، وذلك بعد الكشف عن فساد مالي كبير في جمعية تدير عددا من الروضات. وطلب فيداكيا باسترداد 130 ألف يورو من الإعانات لجمعية في فيينا بعدما لاحظ المدققون المدفوعات النقدية المرتفعة. وبحسب المدققين تم دفع 18 ألف يورو غرامات مرورية شخصية بأموال التمويل من قبل الإداريين، كما تم تكليف شركات غير مختصة بتوصيل الطعام. عثرت الشرطة على جثة شابة عليها آثار جروح خطيرة في مبنى سكني في منطقة مود زوشلاغ في مقاطعة شتايا. وبحسب الشرطة فقد تم القبض على رجلين للاشتباه في ارتكابهم لجريمة القتل، أحدهم أفغاني ولم تصرح الشرطة عن جنسية المتهم الآخر الذي كان يعيش مع الضحية. وحسب شهود دخلت المرأة قبل مقتلها في مشادة مع رجل، فيما ينفي كلا المعتقلين علاقتهم بالجريمة. من المؤسف حقا سماع أخبار العنف بشكل متكرر، لذلك تابعونا مساء الثلاثاء المقبل
في برنامج حديث النمسا لنقاش هذا الموضوع أكثر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا بنار الحامد. أمسية سعيدة لكم مني، أطيب التحيات وإلى اللقاء.